ماذا كتب بالأسود؟ هنا الكاتب هل كان ذكيا أم أتى هذا يعني فجائيا أو لم يكن له إدراك لهذه المسألة، ولكن أنا أعتقد أن الكاتب كان ذكيا. الصورة كعتبة، وجه اليدان، الخاتم، اللون الأسود، الأصفر، الأحمر، الماء. معنى تعرف عندنا هنا التعبيرية والرؤية الفنية. التعبيرية إبراز المشاعر الداخلية، أي القوة الكامنة التي تحرك العناصر الصورة لتحقيق الاستجابة البصرية والوجدانية عند المتلقي. الرؤية الفنية تحويل هذه الانطباعات التي تلقاها القاص المتلقي من العالم الخارجي إلى معطيات جمالية. طبعاً إطلاق المشاعر الضاغطة المتولدة عند الحاجة الملحة لتفريغ مجموعة من الانفعالات والتأثيرات النفسية. القصص للحالات الإنسانية، ارتكزت القصص للحالات الإنسانية المختلفة. اليدان منح يده حرية التعبير من خلال الكتابة للتعبير عن سر مواضعه التي تفصح عن تعاطفه مع الحالات الإنسانية. الألوان الأسود، مع رمزية اللون الأسود هو ارتباط بالخوف، يرتبط اللون الأسود بالخوف والحزن والظلام والدهشة والرعب، يرمز إلى كل الفنون، الشطرة، القصة القصيرة جدا. طبعا هذه رمزية، ولكن سأحلل كل لون حسب المجموعة القصصية. الأحمر من الألوان الساخنة، له خواصه العدوانية، مرتبط بالعنف والاستفزاز والإثارة، تأثيره الهندسي تعبير عن الاستقرار النفسي والوجداني، تأثيره الرمزي إلى الفن. الأصفر التعبير عن السرور، النشاط الفلسفي، إيحاءات إلى لون الذهب. طبعا هناك رمزية أخرى هو النجوم أو الخوف إلى غير ذلك. الخاتم، طبعا الخاتم يرمز يكون غالبا في اليد اليسرى بخلاف بعض الدول التي يعني ذات الدين الكاثوليكي التي تضعه في اليد اليمنى. تمثيل شخصية الكاتب العقلية والفكرية التي يخدمها الخاتم. إذا ردنا إلى الوجه، طبعا هنا الكاتب يتأمل صورة ملامح إنسان، يتأمل إما إلى المتلقي أو يرى أشياء أخرى تدور في ذهنه، يكشف عن النظرة العطشة، النظرة الملأة بالطموح إلى الارتواء من ينبوع الحياة، الإبداع، صراع من أجل البقاء بين الرغبة الجامحة في الدخول إلى عالم الكتابة. هي الصورة ربما كان يسبح في مسبح مع الماء أعتقد، ويعني تأمل لما طلع عينيه بهذيك الحركة، أنت في مسبح. إذا الماء يرمز إلى قتل الظمأ بإرواء العطشة، الوجه يحمل فعل الماء الذي يروي ويقتل الظمأ القصصي. شذرات من حياة، كما أشار الناقد إلى ذلك، لا نعني بها جنس أدبي، وإنما نعني بها أنها أخذها يعني ترجمة لغوية، يعني الشذرة بمعنى شيء أو فقرة من فقرات حياتي، يعني الشذرة بمعنى فقرة أو شيء منها. كتبت باللون الأسود دلالة إلى أن الكاتب حار في اختيار العنوان،
إذا سألنا الكاتب سنجد أنه حار في اختيار عنوان للمجموعة خصوصا أنها مجموعة أولى. فاهتدى إلى هذا الأخير شيء شذرات من حياتي، شيء من الواقع وشيء من الخيال، لاعتبارات عدة طبعا من وجهة نظري أنا. المتواضعة أنه لا يقصد المعنى الأدبي للشذرة والتي هي مجموعة مقاطع صغيرة وغالبا ما تكون ذات حمولة فلسفية، أو ما يقصد بالشعر الهايكو، أي شبيهة بالشعر الهايكو، وإنما أراد معناها الحرفي، أي فقرات من حياتي. شذرات معنى فقرات، وكأن العنوان فقرات من حياتي. جنس المجموعة يعني أنه جنس يعني مجموعته بقصص قصيرة، طبعا حتى يترك المتلقي أو الناقد أن يحكم هل هي قصص قصيرة أم هي كما قال الأخسيرة ذاتية، أم هي تدخل في القصة القصيرة جدا. أن الكاتب أيضا كان ذكيا، لأن القصة القصيرة جدا ليست هي القصة القصيرة، والقصة القصيرة جدا أصعب بكثير من كتابة القصة القصيرة لشروطها أو أركانها الضيقة جدا، والتي حسب اعتقادي أنها ثلاثة: القصة، الحكاية القصيرة، التكتيك، وجدا المفارقة.